تمكن سرطان الدم من السيطرة على ما تبقى من جسد الشاب صامد الهزيل، وها هو يركض في المستشفى الجمهوري بصنعاء في ظل تدهور حالته الصحية بعد عجزه عن دفع تكاليف الجرعات الخاصة بعلاجه لارتفاع أسعارها نتيجة الحرب والحصار، ويعيش اليوم على الأكسجين والمغذيات فقط. سرطان الدم والغدد الليمفاوية ان اتش ال و ام ال تعالج في 2013 من ان اتش ال، الحمد لله تعافيت ورجع المرض في الدم في 2017. انا ليش لحد الحين ما حصلش المضاد الحيوي 8000 مقلد اللي صرفوا. ليس المرض وحده ما يهدد حياة الشاب صامد وغيره من مرضى السرطان في اليمن، والذي يقدر عددهم بأكثر من 20,000 مريض وفق إحصاءات أخيرة، بل ما تعانيه أسرهم من فقر وأوضاع إنسانية صعبة، بالإضافة إلى انعدام الدواء وغلاء تكلفته إن وجد. الظروف ما زالت صعبة جدا، والمريض ما زال يعاني، وتكلفة العلاج لا يتحملها. أنت تعلم إذا كان هناك الشعب، غالبية الشعب اليمني عاطل، ليس هناك عمل، ليس هناك من يقف مع هذا المواطن المسكين، وغالبية المرضى كما نلاحظ يعانون منها أكثر شيء الطبقة الفقيرة أو الطبقة المعدمة تماما. حرب التحالف السعودي فاقمت من معاناة مرضى السرطان بحصارها الدائم وعدم توفر الأدوية الأساسية وأخرى تساعد على البقاء على قيد الحياة. مراكز علاج السرطان في اليمن تعد على أصابع اليد، وجميعها في ظل الحصار وحرب التحالف لا تستطيع استقبال الأرقام الكبيرة من المرضى بظل نقص الدواء وانعدام الإمكانات لعلاجهم مجانا. أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين.